اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من نبيل تي في. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بتمام الصحه والعافيه. زي ما شفتم في عنوان الفيديو، وداعا لانقطاع الخدمه وبطاقه عند بعض الناس بخمسة جنيه بس، والحل ده فعلا هيجيب مع ناس كتير قوي النتيجه. للتذكره، احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاخطاء اللي احنا بنعملها واحنا بنوصل الخدمه عندنا جوه البيت، من ناحيه السلوك، من ناحيه مكان الراوتر والكلام ده كله. من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها هي الروزيتا، وقد ايه هي مهمه علشان ما يبقاش فيه لحامات في السلك الرئيسي بتاع الخدمه، وبالتالي ما يبقاش فيه عندك تشويش كتير، او ما يبقاش فيه عندك ضعف في الاشاره. في ناس كتير كلمتني وقالت لي يا نبيل احنا مش عارفين ايه برضه الروزيتا، وايه شكلها، او نجيبها منين. انا دورت لكم عليها حرفيا، نفخت لحد ما جبتها. تلاقيتها عند محل كهربائي هنا في بورسعيد، اللي حابب يروح يجيبها من عند نقابه تطبيقيين، في واحد تحتهم اسمه الحديدي، تحت نقابه المعلمين والتطبيقيين وكده، وبخمسة جنيه بس. مفيش بعد كده سهوله، يعني انت مش خسران حاجه لما تجرب الحل ده. خلونا دلوقتي اوريكم شكل الروزيتا عشان تعرفوا هي بتشتغل ازاي، وبناء عليها تعرفوا هي بتعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده، الروزيتا فيها مخرج سوكت تليفون عادي جدا، والمدخل ده لو احنا فكينا الكفر هنلاقي ان هو مسمارين نقدر نلحم فيهم او نحط فيهم السلوك ونقفل عليهم، مش اكتر من كده اهو. فهمت بتعمل ايه روزيتا؟ وبتخلي الدنيا عندك ثابته، وبتحافظ على ثبات الاشاره بالوضع ده، لان انت زي ما وضحت لكم لما بتلزق بشكرتونه كده مع الوقت بيبدا يبقى في احتكاك مع حركه السلك، بيبدا يحصل مشاكل ثانيه احنا بغنى عنها خالص بالحركه دي. يلا بينا نشوف ازاي هنركبها، وفي اخر الفيديو هقول لكم انا حسيت بايه لما ركبتها. اول حاجه هتحتاجها معانا هي روزيتا، تاني حاجه مقص، تالت حاجه مفك مناسب للمسامير الخاصه بروزيتا. هنبدا ان احنا نقطع الجزء الملحوم من السلك باستخدام المقص، وبعد كده نبدا ان احنا نعري الجزء الرمادي الخاص بسلك التليفون علشان نوصل للاسلاك الداخليه بتاعته، وبعد كده هنبدا ان احنا نعري السلك النحاس عن طريق تعريه السلك الابيض والاحمر. المنظر هيبقى بالشكل دون. نجهز المفك والروزيتا علشان نبدا ان احنا نتعامل مع المسامير بتاعتها. هنلاقي عندنا بالمنظر ده سلك احمر وسلك اخضر جنب بعض. الاحمر هنوصله بالاحمر، هنحط الجزء النحاس من السلك تحت الجزء النحاس من راس المسمار من غير ما نلف السلك على المسمار نهائيا، ونربط بشكل كويس وبشكل يكون ثابت. هنبدا ان احنا نعيد نفس العمليه دي مع السلك الابيض والاخضر. هنحط السلك النحاس تحت الجزء النحاسي برضه ونربط عليه بشكل سليم، وهيبقى بالمنظر اللي قدامنا ده. نبدأ دلوقتي ان احنا نغطي الروزيتا تاني. ونوصل السلك الخاص بالراوتر او سلك التليفون بالطرف او السوكت بتاع الروزيتا، ونوصل الطرف الاخر بالراوتر بتاعنا. وهننتظر لحد ما لمبة الـ ADSL تبدأ تنور وتطفي، أو إنها تثبت أيا ما يكون، المهم إنها تبدأ تنور وتطفي. بس كده نكون خلصنا. خلاص إحنا كده ركبناها، نيجي بقى لنقطة أنا حسيت بإيه لما أنا ركبتها. أنا أولاً من الناس اللي ما عنديش الحمد لله مشاكل في الخط، لأن أنا الكابينة عندي قريبة مني تقريباً بـ 100 متر ويمكن أقل، بس أنا لما ركبتها حسيت بتحسن بسيط في قوة الإشارة، وبالتالي برضه النويز قل شوية. يمكن اللي انت تشوفه ده بالنسبه للخط عندي رقم صغير، ولكن هو في الحقيقه رقم كبير مش قليل، لان انا عندي السرعه اللي واصله لي اصلا عاليه، فانا مش منتظر ان انا يبقى عندي تغيير بالاثنين وبالثلاثه. ولكن لو انت خطك فيه مشكله ففعلا هتلاقي فيه تحسن في القرايه جامد، قد يكون الرقم اللي انت ممكن تزيده ينقلك لبر الامان يخليك ان انت خطك ما يفصلش، وارد جدا. الحاجه الثانيه والمهمه جدا بالنسبه لي واللي مخلياني متحمس وانا بعمل الحلقه دهيا هي ثبات البنج. دلوقتي وانا بلعب الالعاب ما عادش في سبايكس كتير كده عمال على بطال، ان انا ابقى بلعب على 80 وفجاه هوب اطلع 140 و180، مفيش. خلاص انا دلوقتي بقيت بلعب خلاص يعني 80، تلاقيني بلعب 80 85، هو في ال 90 يبقى 90 95 بالكتير. فالدنيا عندي بقت حاسس بثبات اكتر واداء احسن بالنسبه للخدمه. ناهيك طبعا عن ان السلك اللي هو ناحيه الراوتر او اللي ما بين الراوتر والروزيتا ده، لو انا حبيت اغيره كنت الاول بكسل ان انا افكه، لان انا اصلا لحم بشكرتون وموال، يعني هو موال حرفيا، وتيجي بتقشر السلك يقوم مقطع منك والجو الفكسان ده. احنا في غنى عن الكلام ده كله، هشيل سلك واحط سلك، شكرا، ما عادش بقى اي مشكله عندي. طبعا لو انت حابب انت توصل السبليتر بعد الروزيتا مفيش اي مشكله، عشان تشغل التليفون والراوتر مع بعض وتفصل الحراره عن الداتا والكلام من ده، مفيش اي مشكله خالص، تقدر تعمل كده وبس كده. ده حل بسيط جدا وسهل، بخمسة جنيه مش اكتر، يعني مش فلوس بالنسبه للايام اللي احنا بنعيشها حاليا. يعني في انواع تانية من الروزيتا دي بتبقى افضل
وخامتها افضل في التصنيع ومن ناحيه النحاس اللي جوه او الحديد او ايا ما يكون اللي هيبقى جواه، وكمان بتسمح لك ان انت الطرفين توصل سلكين نحاس، فانت لو عندك قطع بره اكيد ده هتبقى الحل الامثل. حاجات دي انا دورت عليها يعني هنا وتقريبا مش عارف الاقيها فين، ولكن انا برضو هحاول ان ادور عليها. ولكن لو حابب تعرف اسم الحاجه دي وتدور عليها اونلاين او اي حاجه، فهي اسمها مش فاكر والله، بوكس جانكشن، فون جانكشن بوكس تقريبا، حاجه فون جانكشن بوكس، انا هحسب لكم فون جانكشن بوكس حاجه، ده هو اسمه غريب، جانكشن يعني هو جانكشن جانكشن. او انا هحط لكم الاسم دلوقتي على الشاشه هنا او هنا في اي ما يكون يعني، عشان تعرفوا تدور عليها على امازون او في اي حته. بكده نكون وصلنا لقيت الحلقه، اتمنى طبعا يكون هو عاجبكم وافادكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويومكم سعيد وبيضحك. نسيت يا رجاله اللايك والشير والسبسكرايب لو انت جديد يعني، عشان انا اللايك بيعمل لي كده راحه داخليه.